منهم ثاني غربي، انا كردي، انا شيعي، انا شني، انا من هذا الوطن، والوطن حقه علينا نقبل بيوم المحل. يا هلا ومرحبا، وقبال عينكم اغاتي. اليوم احنا موجودين بمنطقه المنصه، هاي منصه الاحتفالات اللي عانى معانا بيها اهل الموصى حتى يرجعون هذا المشهد اللي عطشانه وراكم. اليوم احنا موجودين بمهرجان الربيع، هذا المهرجان اللي انقطع بعد سنوات طويله جدا، وهاليوم يرجع بجهود وتكاتف اهالي هذه المدينه والقوات الامنيه. خلينا نغشكم اجواء هذا المكان، واكيد خوش حكي. شكرا لكل من حضر وساهم في هذه الفعالية الموصلية العراقية لهذا الشعب العراقي العزيز الذي أثبت للعالم كله أن العراق حي، العراق يعيش سلم مجتمعي. هذه المدينة التي ضاقت الويل، ولكنها اليوم وبعد مرور 20 عاما على انقطاع مهرجان الربيع ها هو يعود. شكرا لقواتنا الأمنية البطلة بكل مسمياتها. يعتبر مهرجان الربيع من أقدم المهرجانات في محافظة نينوى، بالإضافة إلى ذلك كانت شوارع الموصل تتزين بأزهار البابونج أو اللي يسموها الموصل وردة البيبون اللي ترمز إلى الجمال. الآشوريين أول من فعل هذا المهرجان، بالإضافة إلى ذلك كانت عبارة عن مواكب وزينة تملأ هاي الشوارع. هوني هاليوم هذا الشيء يرجع من جديد بجهود وتكاتف أهالي محافظة نينوى. فعليا المواكب موجودة، الأطفال مال المدارس اللي كانوا هي زينة المهرجان. حاليا انطلقت فعاليات مهرجان الربيع المتمثلة بالمواكب الكراديسي اللي راح تبدي حاليا، العالم مترقبة لرؤيتها، كل الدوائر الخدمية مشاركة بالمواكب. طبعا القوة الجوية العراقية ايضا مشاركة، قواتنا البطلة مشاركة بهذا المهرجان من خلال المظليين، وكذلك نادي الصقور الجوي اللي كان متواجدين من خلال الطيران الشراعي. فعليا العوائل والناس جدا مستمتعة بهاي الأجواء بالرغم من حرارة الشمس، بس هذا الشيء ما يعني انهم اي شيء مقارنة بالمتعة، مقارنة بالجمال والحدث الكبير جدا اللي تشهده محافظة نينوى. طبعا اللي وراي هي مواكب الخيالة مثل ما تلاحظون، ايضا مشاركة بالمهرجان. خلينا نعطيهم مجال، نعطيهم مجال، نعطيهم مجال، رجع لورا. هاي الخيول العربية الأصيلة أيضا مشاركة في مهرجان الربيع. هذا حاليا هو موكب آثار نينوى، كل الشخصيات الفلكلورية والأزياء الشعبية موجودة، وحاليا وصل موكب الإعمار. خلي نشوف المصور، خلي يصوروه. انسحب 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 انسحب. الفرقة الفلكلورية الآشورية راح تمر من هذا المكان، طبعا جميلة جدا هاي الفرقة، خلي نصورها أيضا. أتمنى أن يكون الزوار من محافظات، ولكن اليوم فاقت الأعداد وأصبح الزوار عندنا من أوروبا، من ألمانيا، من كندا، من سويسرا، من دول أجنبية عدة وعربية. اليوم مدينة الموصل احتضنت هذا الكرنفال، ومن الشيء المفرح أن شاهدنا العوائل حضرت هذا المهرجان من ساعات صباح باكرة. هذا يدل أنه مدينة الموصل مدينة الحب والسلام. هذه رسالة بحد ذاتها للعالم أجمع أن مدينة الموصل أصبحت مدينة مؤمنة 100%. اليوم مدينة الموصل أصبحت بهذا العنوان، المهرجان الربيع، بهذا اليوم المبارك، بهذا التاريخ المميز، بهذا الحضور المهيب، أصبحت مدينة الموصل عالمية. خوش حكي، احنا نحكي.